Chemas El Hamle, aujourd'hui à quelques jours de la fin officielle de la campagne, retour dans un bâtiment que vous connaissez, celui de la commission de communication. Et pour cause, on aimerait vous présenter la cellule technique qui s'occupe des spots qui sont à destination des médias. Suivez-moi. خلية تعنى بإنتاج الحصة المجانية والمعوضة للمرشح محمد الشيخ محمد أحمد القزواني. تبدأ باستلام المواد من المصورين، ثم عملية المونتاج والإنفوغرافي، ثم إعداد النصوص التي ترافق الحصة المجانية والحصة المعوضة لتخرج في قالبها الذي يبث على المحطات التلفزية والإذاعية. طيب، شكرا للحسان. قوم أيضا بتغطية بعض المقابلات مع الشخصيات السامية التي تدعم هذا المرشح، مرشح الإجماع الوطني محمد الغزواني. ماري من داكويني كينو كابالي ماني حسان وداكويني موصري وكنا يراك هو مغا وغا وكانديدا محمد الشيخ ولا محمد الغزواني وغا خبار سنغي كيدلي وانا كيني دبار بقول لي قولو كنا نجوبي ودا ايوا سيراو نوتو اغا كانديدا كي قيما بغانديني سوربن بغاتو مونديتاي e wado khadi man khawmo be ga dabari khadi ga sutene jamane ke no ko ado jamane ke halle o kati wutu sora ado khanni ni bagandi telenu nga ido radio nga kudo ina qimanda am khamantu kenya ne golen ayo اللجنة الإعلامية هون شتقل شقلة من سابق الحملة. حقيقة احنا بدأنا سابق الحملة مرحلة نسموها احنا التسخين الانتخابي، كل اللي عدلوا الرياضة، بالتالي لين دخلنا الحملة الانتخابية دخلناها بكل نشاط وبكل لياقة، باللياقة السياسية حتى نقول لياقة انتخابية. وبالتالي هون 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 فرق كبيرة فنية يمكن تطلعوا عليها، أكيد موجودة في هذا المبنى الكبير اللي مشغول، اللي حقيقة خليتنا حل فيهم اللي يشتغلوا فعلا بالضبط 12 ساعة 13 ساعة 14 ساعة، دائما في دوام هون. وفيهم مختلف المراحل، فيهم محررين وفيهم فنيين وفيهم ديمونتور وفيهم، وحقيقة العمل كل المخرجات اللي توخذ هنا تياه لزاوية كوت اللي يأخذوا هون، يأخذوا معدلين هون ابتداء ونهاية، ومعدين أطر موريتانيين أكفاء يشتغلوا تطوعا، ومولي نختار نقول تطوعا ونسيني هرت مرات والله ربعة في حملة المترشح محمد الغزواني. وبالتالي نحن منفتحين أيضا لكل وسائل الإعلام، كل وسائل الإعلام الوطنية والدولية والأجنبية، المفترض فيها الحياد والمفترض فيها واحدين أيضا مولي فيهم شوي من غير صديق، لا كامل مستعدين له يجوا هون ويطلعوا على طريقة العمل. نحن منفتحين وشفافين، والعمل يتم من بداء من ما تحضيره من ما قبل الحملة، ومن الحملة حقيقة عمل هشفنت كات يوميا فرق. حقيقة أنا بعد هون من منبركم هذا نوجه له التحية، كل التحية والإخلاص، كل التقدير، كل التقدير، لأن هذا العمل كامل اللي يراعى فيه الآن، واللي واضح على المشهد الإعلامي اليوم، الأسوء الإعلامي التقليدي، التلفزات والإذاعات، وإذا والله الإعلام الجديد لأنه كانوا والله واضح فيه أن اليد الطولة واليد العليا، أنه فيه حملة المترشح محمد الغزواني، هذا ما هو جهد الذين يتحدثون والذين يخاطبهم الإعلام، هذا جهد جنود مجاهيل هون وخلية نحل هم اللي يشتغلوا 24 ساعة ويشتغلوا بأفكارهم وتجربتهم وخبراتهم. حقيقة لهم كل التحية ولهم كل التقدير، إلا إن كان من جهد فلهم هم 100%. احنا حملة مترشح هو محمد الغزواني من أول يوم، من فاتح مارس عندما أعلن خطابه قال انه يدعو الى تنافس اخلاقي لهذه الحمله، وهو ثبت عليها. عد الشيشي والذين مهرجان المقاطعه ما اسم اي مترشح يسوي شنو الا بخير، وعد اللي فات عد اليوم اكثر من نصف المهرجانات الجهويه ما قط اسم مترشح الا بخير. واحنا عبارتنا اللي نقوله لهم شركاء، ما هم خصوم ولا هم خلطاء اللي يبغي بعضهم على بعض. احنا بعد لا ينتموا في ذاك الفهم، مهما خشونا اخر ومهما غلوا ومهما سخنت الحمله الانتخابيه، احنا لا يسخنوها لا بالافكار والبرامج والرؤى بإذن الله تعالى، لن نرد على أي خشونة، وندور تم خطنا التحريري، الخط التحريري الواضح اللي رسم المترشح محمد الغزواني سيثبت عليه هو ونحن أيضا عليه ثابتون. أختار نعطيكم كلمة تكميلا لما أشار إليه زميلنا سعادة السفير مختار الداهي، بأنه الحمد لله هنا خلية نحل متكاملة تتعاون فيما بينها وواعية لحجم مسؤولياتها، وما شاء الله واثقة بأن النصر سيكون حليف مرشحنا في الشوط الأول بإذن الله تعالى،
وبطريقة لا تشوبها شائبة، نديا كل المؤشرات تدل على ذلك، وكل موازين القوى أيضا تؤشر على ذلك، ولا ينقص إلا توقيع الشعب الموريتاني على هذا الفوز الذي نتوقعه جميعا والذي تلوح بشائره بالأفق. فيما يتعلق بسؤالك حول الجالية، نحن نؤمن بمحورية رأس المال البشري ومحورية الكفاءات في صناعة التنمية في كل بلد، باللي واثقين على أن نحن ما عندنا كون الوطن، ووطننا ما عنده كون نحن، وأيضا قربينا ومكبرين حتى فكرة على أن مرشح الإجماع الوطني سيد محمد الشيخ محمد أحمد غزباني أعطى أولوية قصوى، بل ذكر بأن الشباب هو أولى الأولويات، وأعطى أهمية قصوى لدور رأس المال البشري في تحقيق التنمية المنسجمة، ما سماه هو التنمية المنسجمة، وهذا بحد ذاته أيضا نحت جديد من المفاهيم التي استطاع مرشح الإجماع الوطني أن ينحتها وأن يضعها للجمهور، لجمهور الموريتاني، من ذلك مثلا مفهوم الغبن والقضاء على الغبن، ومن ذلك أيضا مفهوم التنمية المنسجمة. وبهذا الإطار نعمل مع زملائنا المؤمنين بنفس الخط، نعمل معهم من أجل تنظيم مؤتمر شبه دولي للكفاءات الموريتانية في الخارج والمهتمين برأس المال البشري، وسينظم هذا اللقاء إن شاء الله تعالى في فندق أزالاي، وكل الشباب الطموح لتطوير كفاءته وجعل كفاءته في خدمة المجتمع الموريتاني وفي خدمة تطوير البلد سيكونون حاضرين، وإن شاء الله سنذمن هذه المحورية وهذه الأهمية التي أعطاها مرشح الإجماع الوطني لرأس المال البشري ودوره الفعال في تحقيق التنمية المنسجمة. We are a group of, I think, four people. We usually prepare papers about the activities of the candidate, and we sent it to the coordinator. Then he sent it to the HAPA, to the Broadcasting Authority, and then they sent it to Shab and Horizon to be broadcast. This is our daily work. في إطار اهتمام المترشح بالكفاءات الموريتانية الموجودة في المهجر، تقرر إقامة مؤتمر لهذه الكفاءات يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019 في فندق أزالاي الساعة 5 مساء، معناها لا هي يتناول فيه جميع المواضيع المتعلقة بالكفاءات الموريتانية الموجودة في الخارج وكيفية إدراجها في التنمية والطريقة التي يمكنهم أن يقدموا بها لبلدهم ما يساعده في التقدم والازدهار والنماء. Vous l'avez vu, c'est donc une cellule 100% mauritanienne dans des locaux mauritaniens et avec du matériel ici en Mauritanie. Ils travaillent pour les images et les spots du candidat Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed El Ghazouani. Ils ont, comme les votants de ce candidat, un seul objectif, et que le candidat passe au premier tour le 22 juin. Donc le 22 juin, allez voter. Ciao.